ادخل. مبين عليك مهموم. طارق، حكيت مع سهيل وإلين قالت له لسهيل إنك أبوه للبيبي اللي بطنه، مزبوط؟ إيه؟ بس أنت ما قلت له لسهيل إنه هذا الحكي معنه صحيح. إلين طلبت مني هاد الشي. ليش؟ تولاي، أنا وإلين قررنا إنه نتزوج. إلين بدها سهيل يطلع من كل هذا الموضوع. برأيك إلين بحالة بتسمح لها تقرر لي بدها؟ أنا بحبها لإلين، مفهوم؟ ولهيك اخترت تتجاهل الحقيقة وتصدق الكذبة، مزبوط؟ أنا كمان بحبه لسهيل، بس هو ما عطاني شوية أمل ولا حتى مرة. ما سمح لي أختي خطوة أكون سعيدة فيها يوم واحد، بعدين صرت عايشة بسببها طول عمري. مع إنه لو عمل هذا الشيء كنت قبلت وعيوني مغمضة. تماما مثل ما عم تعمل أنت. طارق، إلين كذبت وكمان ما قالت لسهيل إنها حامل منه، لأنها متأكدة إذا عرف الحقيقة ما رح يتركها أبدا، وأنت بتعرف. إلين بتحبه لسهيل، كل الموضوع إنها خايفة ترجع له وبعدين تخسره، بس ما ضل عندها تحمل. وبنفس الوقت أنت عم تعطي لحالك الأمل. لا تتفائل. مدام سهيل بحبها كل هذا الحب، طيب ليش يتركها؟ حتى بيوم عرسهم تركها وراح. طيب مدام بحبها كل هذا الحب، ليش أمني عليها؟ مدام بحبها، ليش عمل كل هذا الشيء تولاي؟ ليش عمل كل هذا الشيء؟ ما بعرف، بس متأكدة إنه السبب قوي. طارق، أنت لازم تقول لسهيل إنه البيبي مانو منه، واختيار إلين لواحد منكم وقتها بيكون حقيقي.